اهدي، هو راح فين؟ غريبة يعني، أنا افتكرتك هتسافري على طول. لا بصراحة احنا بس قلنا ننزل عشان تاخدوا راحتكم وكده يعني، عشان طنط هي الحالة دي بتجيلها كتير؟ مسكينة والله، اللي شافته معانا الست. معلش أنا مش هعرف أكمل كلامي معاكي، مضطرة أسافر بسرعة. ها؟ ثانية واحدة يا محمود، بص بقى بصراحة أنا مستنياك، يعني عاوزة أتكلم معاك كلام جد شوية. بص يا محمود، أنا بجد بقى مش مصدقة أبدا إنك هتهرب بالسهولة دي من المواجهة. أنت طب والمصحف؟ كنت متأكد إنك هتقولي لي الكلمة دي. شوفي عشان أنا مش حمل مناكفة، أنا غيرك، أنا مش حمل كل يوم والتاني أواجه ضابط أمن دولة أو غيره يا ستي، أنا استويت. فتقوم عامل إيه بقى؟ لامم هدومك متسحب من بيتكم وتهرب في نص الليل. على فكرة شكلك كده ولا كأنك هربان من حكم. ده حتى يا أخي اللي بيبقى هربان من حكم بيتصرف، يعني بيدفع رشوة في الأخير، يعني بيعرف يبات في بيتهم. منى أستاذة منى، الكلام ده تروحي تقوليه هناك لزمايلك في مركز حقوق الإنسان، عشان أنتم من الآخر ناس فاضية. خليتيني أزعلك برضه زي كل مرة، وأنا مش عايز أعمل كده. شوفي انت جدعه، وكل يوم بشوفك فيه بستجدعك اكتر. خليني اقول ان دي شغلتك يا ستي، النهارده تواجه ضابط، بكره نيابه، بعد وزاره، دي رسالتك. انا بقى ليا رساله ثانيه. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ رساله ساميه، ان اعيش من غير ما تلزق على قفايا، ان اركب مواصلات عامه بدل ما اركب بوكسات عامه، واديني مقضيها يا ستي لحد ما ربنا يكرمني واسافر اي بلد ما احتاجش اصلا لحقوق الانسان انها تجيب لي حقوقي. وانت بقى متخيل ايه؟ هتروح بورسعيد، هتنط على اي مركب، توصل لاي بلد في اوروبا، وهناك بقى لما توصل هياخدوك بالاحضان ويضربوا لك تعظيم سلام كمان. على فكره خالص، هناك هيعتبروك مهاجر غير شرعي، وبرضه هتحتاج دي بتوع حقوق الانسان اللي مش عاجبينك دول. صدقني يا محمود، مالكش غير بلدك. ما يلا يا محمود، عايزين نمسك الطريق بدري يا جدع. بس استنى بقى، هو في ايه؟ وبعدين البنت بقالها كتير قوي واقفه مستنياه، دي قالت انها مسافره وما سافرتش. شكلها حط عينيها عليه. قال ايه؟ من عدلته يا شيخه؟ دي بانها دماغها ضربه، عندها شعرها ساعه تروح وساعه تيجي، مش شايفاها مسرحه شعرها ازاي؟ ما تخليك في حالك احسن يا شافع. مش انا اللي هاجر هجره غير شرعيه، مش عشان انا عاقل يعني، بس عشان اعز اصحابي البحر ما هولنا جثه. انا صحيح مخنوق من حياتي بس مش لدرجه اني ضايعها يعني. هو انا عايز اسيب البلد ليه؟ سايبها عشان اعيش. سلام يا منى، خدي بالك من احمد وقولي له ما يروحش على هنا عشان امه مستحلفه له، خليه يستنى اسبوع لحد ما تنسى، ويا ريت ما يجيش هنا قبل شهر عشان سلم مستحلف له. واذا كان عليا انا بقى فانا مش زعلان، ده مهما كان اخويا، بس قولي له ما يكلمنيش عشان مش هرد عليه. سلام. افتخر يا هاني. لا مش هقعد جوه. مش هعرف انا اقعد في النص، رجليها طويله. تعالى يا محمود، الواد بيحب يقعد جنب الشباك. هلاقيها منك ولا من عيالك يا شافع؟ ماشي. هنخلص احنا الليلة دي يا ساتر. ايه يا بابا اللي انت مشغله ده؟ هو ايه؟ لا بابا انت مشغله ده مش عاجبك؟ اشغل لك عيل من المايصين بتوع اليومين دول؟ ولا يا حوده مش ده حبيبك ولا بطلت تسمعه ولا ايه؟ انا اقدر، ده حبيبي انا، بس لو افرد رجلي اسمعه احسن من كده. يا شافع ما تطلع شويه بالكرسي رجلها تقطع. معلش يا محمود، ده كلها 3 4 ساعات يا اخويا، استحمل بقى. 3 4 ساعات ايه؟ ده كلها ساعه ونص ان شاء الله ونوصل، امال احنا ماشيين في الطريق الدولي ليه؟ ليه وانت ناوي تجري بقى وتاخدها طيران؟ لا بقول لك ايه، السرعه ما تزيدش عن 90، انا بخاف على عمري وعلى عيالي، يا اما تقف هنا بات للصبح. خلاص خلاص، عايز اريحك، اختك اللي مش عايزه، حكم الاوعى الضعيف. بقول لك يا شافع، ما تاخد عيالك على حجرك ابدل شويه على الكنبه اللي ورا دي. طب ما انا عندي اقتراح احلى يا حوده، ايه رايك انزل انا ومراتي والعيال ونسيب لك العربيه تاخد فيها راحتك؟ يا ريت. اركن يا شافع. ما تتفضل القهوه يا باشا احسن تبرد. تسلم. صحيح يا استاذ عبد الناصر، هو محمود سافر بسرعة قوي كده ليه؟ صدفة يا باشا، أصل خالي اللي بيشتغل في السلوم لما علم إنكوا دخلتوا عندنا هنا وفتشتوا وقبضتوا علينا جه علشان يطمن، وحلف لا ياخده واشتغل معاه، ما راضيناش نكسر حلفانه. ده طبعا، عموما هو يروح السلوم، يروح مطروح، يروح مطرح ما يروح، المهم إنه ما يكررش الكلام الخايب اللي قاله أخوه في التلفزيون. مش ده كان اتفاقنا يا أستاذ؟ وهو لو عاوز يكرره كان راح السلوم برضه، كان طالع على مصر على طول يا باشا، على مكتب النائب العام. اطمن سعادتك،
ابني مش طالع لي، هو مكبر دماغه. ايه ان الحكم الا لله. لا مؤاخذه يا باشا، علشان ظهري بس هدخل اريح في ريح الحجه، والبيت بيتك، لما تشرب القهوه خد الباب وراك. يا كل دي تنهيدة؟ هو برضو قال الكلام يزعلك؟ لا، المرة دي أنا مش زعلانة منه، أنا زعلانة عليه وعلى حال البلد دي، على إزاي الناس اللي بيحكموها بيهرسوا البني آدمين اللي عايشين فيها. يعني شاب زي محمود ده متعلم متفوق ودماغه توزن بلد، بس برضو قدروا يقنعوه إنه ما يحاولش أصلا يقاوم اللي بيحصل له. أنت عارف في أي بلد تانية في الدنيا بعد برنامج زي ده الضابط هو اللي يلم هدومه ويهرب، مش المجني عليه. أي حاجة تقرف. عشان عارف إن اللي اتقال في التلفزيون مش هيخلي المسؤولين يحققوا فيه، هيخليهم يفكروا إزاي ما يتزعش زيه كلام تاني. حقيقي. تلاقيهم دلوقتي قاعدين بيفكروا إزاي يدبروا مصيبة لأحمد عشان ينتقموا منه. لا، ولا إزاي يقفلوا البرنامج اللي استضافوا أصلاً. لا على فكرة خالص، هما بيحبوا البرامج دي. لزوم الديكور الديمقراطي عشان يعرفوا يجيبوا معونه من بره. هما فاهمين كويس قوي كلام البرامج دي لا بيجيب ولا بيودي. لا انا مش معاكي في ده. انا ليا اصحاب كتير معدين في برامج توك شو بيحكوا لي عن المهازل بتحصل، عن الضغوط اللي بيتعرضوا لها من امن الدوله ووزاره الاعلام والرئاسه. دول حتى ساعات بيمنعوا ضيوف على الهوا، وكمان بيهددوا مقدمين برامج عشان يهدوا اللعب شويه. اديك قلتها، يهدوا اللعب شويه. ما هي فعلا لعبه. واحد يطلع يلعب دور البطل اللي مهموم بقضايا الشارع ويقول اللي هو عاوزه بقى، والحكومه تسيبه عشان في خط معين ما ينفعش يعديه، واذا عداه يدوله قرصه ون كده صغيره يقوم راجع تاني. يا ابني الحكومه بتحب البرامج دي عشان عارفين انها بتنفس على الناس عشان ما ينفجروش. لا واضح انك خدت جرعه احباط عاليه جدا من محمود. عودة، ما سمعتش قتح وهي بتغني لي في الطريق سوء على مالك سوء؟ يا قتح بتغني؟ اه سمعي اسلوبك في الغناء قتح والنبي. بس بقى يا شافع عشان خاطري. سوء على مالك سوء خليت دنيا تروق. اها ها. سوء على مالك. بس اسوء ايه ونيل ايه؟ مين دول اللي قدامنا؟ لا اجري اجري واعطاف او اعطاف يا شافع، ده شكلهم حراميه لا يعملوا فينا حاجه وفي العيال. ما اقفش ازاي؟ دي مش شايفاهم مسدين الطريق ازاي؟ انت هتقعدوا ترغوا، اوعى تخش الناحيه الثانيه لما نتقلب. انا حظي. استرها معانا يا رب. غنيت يا قطع. شافع لمون. استر يا رب. انزلوا القطعه واجبه، انزلوا انزلوا في ايه يا جدعان؟